السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم فرق الجهد الكهربائي. إذن فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين في مجال غير منتظم. للصف الثاني عشر العلمي، منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة، العام الدراسي 2012-2013. المعادلة، نستخدم المعادلة هذه. فرق الجهد بين النقطتين A و B، هنا لدي الشحنة Q، لدينا الشحنة Q نوت. الشحنة Q نوت نريد نقلها بين النقطتين من A إلى B. النقطة A تبعد عن الشحنة Q R A، والنقطة B تبعد عن الشحنة Q R B. المطلوب منا حساب فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين A و B. فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي لجهد النقطة B ناقص جهد النقطة A، ويساوي للتغير في طاقة الوضع، في التغير في طاقة الوضع الشحنة Q نوت عند انتقالها من A إلى B تقسيم مقدار شحنة الاختبار Q نوت، كما مر معنا سابقا. لكن التغير في طاقة الوضع في المجال الكهربائي غير المنتظم يساوي لثابت كولوم في الشحنة الأولى، في الشحنة الثانية، في مقلوب بعد البعد النهائي ناقص مقلوب بعد الابتدائي. بترتيب المعادلة بيصير عندنا فرق الجهد بترتيب المعادلتين مع بعضهم البعض، فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي لجهد النقطة B ناقص جهد النقطة A، ويساوي لثابت كولوم في الشحنة المولدة للمجال في مقلوب بعد النقطة النهائية ناقص مقلوب بعد النقطة الابتدائية. لو فرضنا انه النقطة موجودة في اللانهاية، او الحركة حتكون من نقطة A الى اللانهاية، فاحنا بنعرف طاقة الوضع في اللانهاية هذه، طاقة الوضع في اللانهاية صفر، اذا الجهد في اللانهاية ايضا يساوي الصفر. لذلك فرق الجهد عند الانتقال من النقطة الى اللانهاية تساوي لفي B، يعني اللانهاية اللي هي الصفر، ناقص VA، وتساوي لثابت كولوم في الشحنة في واحد على اللانهاية، لأن قلنا RB تساوي اللانهاية، ناقص واحد على RA. من رتبه بيصير عنا الجهد في النقطة A بده يساوي لثابت كولوم في الشحنة في مقلوب واحد على RA. يعني كل هذه الخطوات هي لنصل إلى هذه المعادلة. ما على الطالب الاستنتاج، لكن لازم يفهم كيف توصلنا إلى هذه المعادلة. إذن الطالب قد يحتاج هذه المعادلة وهذه المعادلة في الحل. إذن نتوصل أن الجهد الكهربائي عند نقطة، لاحظ العبارة، الجهد الكهربائي وين؟ عند نقطة. في أي مجال؟ في مجال شحنة نقطية، يعني مجال غير منتظم، يعطى بهذه المعادلة، حيث الجهد يتناسب طرديا مع الشحنة، والجهد يتناسب عكسيا مع بعد النقطة عن الشحنة. يعني Q هي المولدة للمجال، يعني عندنا الشحنة Q وبدنا نحسب الجهد عند هذه النقطة، أو الجهد عند هذه النقطة، أو الجهد عند هذه النقطة، أو الجهد عند هذه النقطة، بنستخدم هذه المعادلة. اللي حيختلف معنا هي R. عندما تكون النقطة واقعة في مجال عدة شحنات نقطية، فإن الجهد عندها يحسب بالمعادلة التالية: هذا جهد الشحنة الأولى زائد جهد الشحنة الثانية زائد جهد الشحنة الثالثة عند نفس النقطة. النوع من الجمع نسميه جمع قياسي. ليش؟ لأن الجهد كمية قياسية له إشارة الشحنة المولدة له.
مثال: وضعت شحنتان نقطيتان، الأولى كيو واحد موجبة مقدارة 12 نانو كولوم، والثانية سالبة مقدارة 6 نانو كولوم في الفراغ كما موضح في الشكل. جد الجهد الكهربائي عند كل من النقطتين A و B، ثم جد فرق الجهد بينهما. ما على الطالب إلا يستخدم المعادلة هذه. الجهد عند النقطة A هذه تساوي لثابت كولوم اللي هو مشترك الشحن الكيو واحد على R واحد اللي هو هذا، هذا R واحد بالنسبة للنقطة A، زائد كيو اثنين هذه بالنسبة للنقطة، وهذه هي R اثنين. ومنعود تطلع عنا الجهد بهذا المقدار. بالنسبة للنقطة B بنفس الطريقة، هذه R واحد وهذه R اثنين بالنسبة للنقطة B، هاي المعادلة وهذا التعويض. لاحظ أنه عوضنا بالإشارة، كيو اثنين سالبة، كيو اثنين سالبة، تطلع عنا الجهد في B. فرق الجهد، شوف كيف كتبنا فرق الجهد وعوضنا بهذا الشكل، وهي بتطلع فرق الجهد. أتمنى أكون وفقت في توصيل الفكرة لألكم. في انتظار أسئلكم وتعليقاتكم.